أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ، معكم نستكمل الاستماع لهذه الشهادة المهمة التي بدأناها الأسبوع الماضي مع ضيفنا الكريم المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، سعداء دائما بوجود حضرتك معنا. شكرا. نخرج إلى فاصل قصير ونستكمل الاستماع لشهادة حضرتك المهمة. الفن على قدم المساواة مع العلوم يكون أحد الأدوات المهمة جدا في بناء الحضارات أو بناء الأمم. ده أكيد، لأن علوم من غير فنون أصلا بتبني يعني مش بس عقل الإنسان، لا بتبني روحه، بتبني سلوكه، ودي كلها حاجات مهمة جدا في عشان حتى العالم محتاج للحكاية دي. طب حضرتك تحب تعمل مقارنة دلوقتي بين هذه الصورة الجميلة الرائعة اللي فيها حالة من حالات التفاعل وزخم واسع ربما لا حدود له في تفاعلات ثقافية وأنشطة أدبية وحتى مختلف العلوم في مرحلة مهمة جدا من حياة الإنسان، هي مرحلة التعليم الجامعي وحال الجامعات الآن؟ أولا طبعا تكدس الأعداد أدى إلى يعني إيه ضعف الناحية دي، ما بقاش فيه الفرصة عشان تعمل صحيح جامعات حتى مباشرة. أنا آسف أنا بقطعك، أنا مش من عادتي أن أنا أقطع، بس مباشرة حتى ممكن يعني حد يرد على حضرتك ويقول لك عذر أقبح من ذنب، يعني ده مش سبب. يعني طيب ما هو يعني الدولة أكيد مدركة أن إحنا النهاردة عددنا 2، السنة الجاية هنبقى 3، بعد هنبقى 5 وهكذا. مش حضرتك المعني بالتعقيب، أنا يعني مش أنا عايز أخرج من فكرة النقاش، لأن ما هنيجي لها هنتكلم فيها. مسألة الاهتمام طبعا في أنشطة حاليا مثلا في العشر سنين الأخيرة دي، لا في يعني حاجات مهمة بتتعمل ما فيش شك، لأنه حصل نوع من مش الدروب، حصل نوع من التوقف أو التأخر لسبب ما في حاجات، فاحنا بنعوض ده كله دلوقتي. لكن انا اللي حاسه انه لا، بالنسبه للثقافه والفنون لا مش ماشيين بنفس القوه اللي احنا ماشيين بيها في نواحي مثلا تعمير، نواحي بناء، نواحي لا. فانا رايي الشخصي هي مساله التقييم تتخطى حدود المرحله الحاليه او حتى العشر سنين الاخيره للرجوع للخلف لاكثر من 50 سنه. يعني في مرحلة تقييم احنا بنقيم المرحلة دي كلها، ربما مثلا يعني برضو حضرتك صحح لي، ممكن يكون من السبعينيات او من الستينيات. مصر مع ثورة يوليو 52 اتفق معها او اختلف حسب يعني تحليلات الكثيرين، مصر كانت دولة فتية في هذا التوقيت، شكل من اشكال الحركة على كل المجالات، حتى مسألة فكرة امتلاك التكنولوجيا النووية كان مصر لها خطوات في هذا السياق. ايه اللي حصل؟ البعض احيانا بيعقد مقارنة ما بيننا وبين كوريا الجنوبية، وانا عارف ان ده برضه مش تخصص حضرتك لكن هو شيء بشيء يذكر، احنا بنطوف يعني. لا بتابع يعني. كوريا الجنوبية بدأت تجربتها معانا. فين كوريا الجنوبية دلوقتي وفين احنا؟ فهو ده الشاهد من غير ما ورط حضرتك في حقل الغام. لا 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 بالعكس، انا بس هي ممكن تكون حاله من حالات العصف الذهني او الدردشه يعني. لا بالعكس ده مهم جدا، لان احنا زي ما بقول لك لا نريد الا الاصلاح ما استطعت يعني. نعم. يعني الحمد لله يعني كلنا او يعني
احنا يعني محبين لهذا الوطن جدا، ولما بنقول رأي بيبقى مقصود بيه الافادة يمكن من خلال تجربة كمان. انا بالنسبة لي التجربة طويلة، انا مهم نسمع يعني نسمع لان انا يعني عصرت يعني الملك فاروق وعبد الناصر والسادات وحسني مبارك. ما انا بقول المهم نسمع رأي حضرتك، وعلاوة على كده كمان وممكن ده هنجيله برضو لاحقا، في حاجات كثيرة جدا مؤجلة، لو حضرتك في بعض اعمالك الدراميه اشتبكت بشكل مباشر مع بعض القضايا السياسيه بدون مواربه، يعني ربما في القاهره والناس الكلام كان صريح وحاجات زي كده، لكن لما تيجي لبعض الاعمال لاحقا اتكلمت عن الفساد بشكل مباشر، انا وانت وبابا في المشمش مثلا يعني، وقال فساد المحليات يعني بدون مواربة حضرتك دخلت بشكل مباشر، فأعتقد مهم نسمع رأي حضرتك يعني حتى لو هتضيء شمعة بسيطة يمكن البناء عليها لاحقا. هي في مراحل التغيير الأساسية في حياة الدول لابد من وضع أولويات، أولويات واهتمامات، قدر اهتمام. دي وجهات نظر مختلفة، وكان لازم أنا تخيلت أنه في الحوار الوطني هيحصل ده، يحصل تركيز على الحكاية دي. لا إحنا الفنون والثقافة، أنا عايز أقول على سبيل المثال أشياء كثيرة كتير تم أو كثيرة تم إنجازها في السنوات القليلة الماضية كويس، لكن لأنه الإعلام والثقافة مش بنفس مستوى الإنجاز ما وصلتش للناس، ما وصلتش بقدرها للناس. يعني اتعمل اشياء كويسه جدا، يعني انا حزين، معلش انا مش هنقل لموضوع تاني هنوصله، حزين مثلا انه انفاق قناه السويس الجديده دي، انا دي رأي نقله مهمه جدا، وكان يجب انه يتعمل عنها فنون وافلام تسجيليه زي ما عملنا على السد العالي، او كنا بنعمل على السد العالي، او زي يعني ازاي احنا سيبنا مشروع زي ده يعدي، بينما اولا ده تغيير اساسي في جغرافية العالم، انك بتوصل افريقيا باسيا في تلت ساعة، ان خلاص ان سينا بالنسبة لك انت عندك ست انفاق دلوقتي او اكتر بيوصلوك لها، ما بقاش في العزلة اللي عاشت سنوات طويلة مئات سنين مش عشرات سنين يعني. طب ازاي عمل زي ده؟ وانا يعني معلش مضطر اقول ده، استاذ محمد بغدادي الشاعر والصحفي والكاتب جاب لي ساعه حفر قناه السويس الجديده، جاب لي مشروع مسلسل هايل بيربط بين المصريين اللي حفروا القديمه والمصريين الشباب المصري اللي بيحفر الجديده دلوقتي، في عمل درامي، عمل درامي، وكاتب منه الراجل ملخص وعشر حلقات. طب اودي فين؟ ولا حد اهتم بيه ما على سبيل. طب انا مش بقول عشان انا عايز اخرج حاجه، لا انت يعني لا يعني عايز اقول ربنا يديك الصحه وتروح اخرجت ما يكفي، وخصوصا يعني برضه اضيف معلومه، هل تتخيل انه نائب رئيس الهيئه اللي كانت بتحفر هذه الانفاق شاب مصري عنده 28 سنه مهندس خريج جامعه مصريه؟ ما هي القصص ازاي ده؟ القصص الانسانيه والقصص دي كثيره ولا تنتهي. أكثر من ذلك لو اقتربت من حدث فارق في حياة المصريين كحرب أكتوبر مثلا، ستجد أن أنت بحاجة لملايين الساعات من العمل الدرامي أو الانتاج الدرامي، ولن تفي حدث كهذا حقه. هو قدر المصريين أنه حتى في النقاط الفارقة في حياتهم ستجد قصص لا تنتهي. هتلاقي برضو نفس المسألة دي في ثورة يناير في 30 يونيو إلى أنا آخر. بالنسبة حتى لثورة أكتوبر أنا كل اللي قدرت أعمله عملت فيلم تسجيلي وقتها اسمه الاستعراض الاخير مدته 12 دقيقه، اذيع اتصور واتعمل في وقت الحرب اكتوبر 73 على سبيل المثال، ما اعرفش ليه ما بيذاعوش مع انه 12 دقيقه يعني. المهم هو تسجيلي في ذكرى اكتوبر ده موجود في مكتبه التلفزيون، موجود في مكتبه الاخبار على سبيل المثال يعني. وحاولت بقى اعمل عن اكتوبر كتير قوي. تمام برضو الحديث خدنا شويه بعيد عن الخط الرئيسي، انه ليه الصوره اختلفت؟ ليه مصر ما نهضتش؟ هل ربما يعني غير فكره مثلا النهوض بالتعليم بشكل منفرد، غير النهوض بالثقافه والفنون بشكل منفرد، بشكل اشمل واعم، انه الدوله لو كانت حققت هذا القدر من العداله الاجتماعيه كان ممكن الأمور تكون أحسن على كل الأصعدة، على مستوى التعليم، مستوى الثقافة، مستوى الفنون،
والشاهد هنا برضو لمن يدعم فكرة أن مصر في بداية الخمسينيات كانت دولة فتية عفية قوية إلى آخر هذه التوصيفات، أنه العدالة الاجتماعية تحققت ولو بقدر، في هذا التوقيت في هذا التوقيت على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برضو اتفق أو اختلف معه، لكن شيء من العدالة الاجتماعية تحقق في هذا التوقيت، فحدثت هذه الانتعاشة أو هذه الانطلاقة. بس هي دي النقطة اللي عايز احط لحضرتك عليها. وانا بس برضو عايز قبل ما نسيب المرحلة دي او النقطة دي، مهمة جدا الثقافة والفنون، هم دول اللي بيوصلوا للناس، هم بيخليهم يعني يحسوا ان هذه الانجازات او اي انجازات جديدة وصل لهم. لو هي وصل لهم ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها لا ده أنا ما عنديش فلوس. ده أنا قريت تعبير جديد دهشت له وزعلت جدا، اسمه الاستثمار الثقافي. مش حاجة اسمها استثمار ثقافي، ما ينفعش. استثمر في السياحة مثلا زي ما انت عايز، استثمار ثقافي ممنوع. الثقافة نفسها لازم تصرف عليها، ما فيش حاجة اسمها استثمر ثقافي. لو استثمار ثقافي مش هقدر اعمل مسرحيات مثلا شكسبير. لغه المال بقت طاغيه على ما ينفعش استثمر في اي حاجه الا في الثقافه والفنون. هو الاستثمار في الفنون دلوقتي، معلش انا بنقل، انا لا لا خالص انا ما اعرفش ترتيب السيناريو ايه. لا خالص، يعني افاجئ بانه استثمار في الفنون انك بتحط اعلانات كتير دلوقتي بتفسد من تاثير العمل الفني. يعني انا ما بفهمش ان في مسلسل بيتذاع، وساعات مره حتى عمار الشريعي الله يرحمه قالها لهم، قال لهم يا جماعه ما ينفعش انا عامل حته مزيكا مثلا رومانسيه او تراجيديه، وفجاه يخش لي واحد يرقص يقول اعلان عن بطاطس واعلان عن مسحوق غسيل ازاي؟ فده ودي قضيه تانية لازم هنتكلم فيها تمام ان شاء الله، لانها خاصه ده حاجه انا درستها كويس جدا، وهي الاعلانات في التلفزيون دي دراسة لوحدها. وكان أيام ما كنت عضو في لجنة الدراما أو رئيس لجنة الدراما في مجلس أعلى تنظيم الإعلام الأسبق يعني أو السابق، وعملنا دراسة علمية دولية من أول اليابان والصين لحد الولايات المتحدة الأمريكية. لا 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 مفيش كلام ده خالص، لأنك أنت بتضيع التأثير خالص الفن. يعني أنت تبقى صارف على المسلسل 60 مليون جنيه والمفروض في حاجات مؤثرة. الموجة دي بدأت في التسعينيات أعتقد يا أستاذ محمد، الموجة دي أو الموضة دي اللي هي قطع المسلسل. لا ده أنا يعني أنا شاهد على العصر، معلش لا لا احنا كنا وقتها عملنا مشكلة المخرجين والمؤلفين. بدأت امتى؟ لا يعني في الثمانينات. لا لا في الثمانينات كانت محدودة بأنها قبل التتر ولا ممكن بعد التتر بس، لكن ما فيش اللي قطع ان كل 10 دقائق في رمضان بتقطع كل 5 دقائق. يعني بتنزل يعني بتعمل 5 دقائق دراما 10 دقائق اعلانات. ما انا قصدي الشاهد هي بدات في التسعينيات ولا الثمانينات؟ لا التسعينيات. التسعينيات هي دي اللي حصل كده، وجت ال 2000 بقى خلاص خلاص بقى العادي الاعلانات اكتر، بقت حاله مادة عاديه. ليه؟ لان اقول لك ما انا لازم اصرف. طب معلش انا بنقل من نقطه لنقطه لنقطه، محدش قال ان الناس تتفرج ببلاش. انجلترا انا في اخر معلومه عندي ان المواطن الانجليزي بيدفع 120 استرليني سنويا عشان يبقى من حقه يبقى عنده وعندهم اجهزه بيفوت الراجل يكشف مين اللي مش دافع الاشتراك. ما فيهاش من حق الدوله انك، لانك اما هتحسبها في مصر يعني انك لو قلت المواطن هدفع، وكنا عملوا مره حطوه على فاتوره الكهرباء وفين الفلوس دي؟ ما بتجيش للمفروض كانت تيجي ماسبيرو يعني او اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ما بتجيش على سبيل المثال. انت لو حسبتها، انت لو قلت المواطن دلوقتي بسعر الجنيه هتدفع في اليوم جنيه عشان تتفرج انت واولادك على التلفزيون، يعني في السنه هتدفع 350 جنيه. وفي الوقت الحالي؟ ما تقربش من المواطن خالص. لا اصل ده الجنيه ده ما خلاص، ما انت علب السجاير يعني ما بشربش سجاير الحمد لله. لا يعني اقصد ما حدش بيقول انه لازم تاخد مساعده من المواطن اللي بيتفرج. يعني زي حتى اما واحد بيروح حتى مستشفى عام، مستشفى حكومي، بيدفع على الاقل التذكره مش عارف 5 جنيه او ايا كان. يعني قصدي ساعتها المواطن لا مش هيتضايق،
لان الجنيه النهارده اصبح ما، لكن لو حسبتها في ال 100 مليون او افرض ال 100 مليون نصهم هم اللي عندهم. هو الشاهد هنا انه يعني العمل الفني او العمل الابداعي لا يتم تشويهه، فالدولة بقى مسؤولة عن تدبير الموقف ازاي بأي صيغة. انا بعتبره اذا كانت هي في ميزانية مخصصة للتعليم فلابد انه بنفس القدر ميزانية مخصصة للثقافة والفنون. طيب ده هيدفعنا دفعا للسؤال ربما يكون مباشر ومفيد نسمع رأي حضرتك فيه. علاقة الفن بالسياسة، إلى أي مدى الفن يعني مسموح له يشتبك مع الأحداث السياسية بشكل أو بآخر؟ هسيب السؤال عام وبعد كده ندخل في التفاصيل زي ما حضرتك تحب يعني. لا، هو أنا يمكن دايما بضرب مثل يعني خاص بي، إنه الفن شيء مهم جدا في حياة البشر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يستخدم أسلوب الخطاب المباشر في الكتب المقدسة الثلاثة اللي نزلت، التوراة والإنجيل والقرآن، لكن بنجد أن هناك سورة سيدنا يوسف على سبيل المثال، سورة الكهف وغيرها، سورة البقرة وغيرها من الصور اللي موجودة. أنا بتكلم طبعا أنا قريت في الإنجيل، قريت في التوراة، لكن مش بالقدر اللي أنا أقدر أتكلم فيه. أنا بتكلم طبعًا على القرآن الكريم بصفتي إن أنا يعني رجل مسلم، لا قريت فيه يعني أو قريته. رب العزة سبحانه وتعالى وصفه بأنه أحسن القصص. أيوة، أحسن ده في صورة اسمها القصص، في أكتر من كده حضرتك. لو احنا مسكنا سورة سيدنا يوسف، ليه القصة اتعملت؟ عشان في الآخر فيها عظة. طب ما كان ممكن العظة دي تجي لنا بأمر مباشر، مثلا لا تسرق، لا تزني، لا تكره، لا تضر أخاك، لا وكان ممكن يجوا هنسمع أكيد، هنطيع زي ما هنطيع في أوامر تانية يعني. طب ليه سبحانه وتعالى اختار هذا الشكل من القص عشان يوصل لنا هذه المعاني؟ بالذات اللي بضرب سورة سيدنا يوسف كله، حتى وسورة مريم، كل القصص، وفعلا في سورة القصص يعني. لأنه سبحانه وتعالى طبعا هو يعني أول من يدرك إن البشر اللي هو خالقهم عليم وخبير بالنفس البشرية. أيوة، بيتأثروا أكتر ويوصل لهم أكتر القصة أو طريقة الحكي، زي ما حصل القصة بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر مثلا، هذه اللقاء العظيم اللي بيعلم فيه سيدنا الخضر سيدنا موسى في سورة الكهف. صور تلاقيها صور درامية مكتملة فيها إخفاء الحقيقة، أنك لن تستطيع معي صبرا، أن هقول لك بعدين، أنه طب ما ده سسبنس، أو زي ما يقولوا اللي هو التشويق اللي خليني بس اقوله لله المثل الاعلى عشان بس طبعًا. يعني عشان بس الناس ما لا ما هو كده، ما انا بقول انه سبحانه وتعالى ضرب لنا احنا كبشر، بيقول اهو تعلموا، ما احنا تعلموا من ده، خاطبوا الناس بهو بقى يعني نموذج الهي يعني، بيقول للناس خاطبوا الناس بالشكل ده، ما يعني مش دايما الأوامر مباشرة. تمام، فتصور بقى حضرتك، طيب هذا اللي سبحانه وتعالى يعني كرمه اللي هو بقى فن القص ده، طب ازاي نحن نستعمله في حاجات وحشة؟ لا، أنا رأيي ده يعني خروج فظيع جدا. يا بد عشان كده من هنا اللي يقولك لا ما الفن مش لا يا سيدي، مفيش حاجة اسمها الفن الفن لإفادة البشر، طريقة تفيد بها البشر، دي القاعدة الأساسية بالنسبة لي أنا عشتها، ويمكن ده أثر عليا في كل ما الموضوعات اللي أنا الحمد لله اخترتها عشان أعملها. مفيش حاجة اسمها الفن كلمة أنا عايز أمتعه ليه؟ عشان أخليه يتأثر أكتر باللي أنا بقوله، تغرس بعض القيم الإنسانية الراقية. أي ما أنا لو عملت له فن، خصوصا بقى الدراما التلفزيونية. ليه بقى الدراما التلفزيونية؟ أنا في السينما أو المسرح أنا بختار
بروح الفيلم ده او ما بروحش الفيلم ده، بروح المسرحيه دي او ما. لكن انا الدراما التلفزيون انا قاعد في بيتي بيهل عليا ويشاركني الحياه اليوميه. انا قاعد بتفرج في السينما، اتفرج في مكان مظلم وقاعد ساكت، ما تقدرش حتى تهمس اللي جنبك. فاذا الفرجه هناك لها طابع خاص غير طابع الفرجه على الدراما التلفزيونيه. اتفرج عليها والنور منور، قاعد انت في اوضه المعيشه بتاعتك او اوضه النوم، وجنبك ناس بتتكلم ممكن، وده ما فهنا بتيجي داخله بقى في تقنيه الدراما التلفزيونيه. ازاي انت، انا بسميه المتفرج المتمرد، ازاي انت تسيطر على هذا المتفرج المتمرد اللي ممكن يسيبك ويقوم يعمل شيء. فازاي انت تقعده؟ عظيم. فهنا مفيش مجال ممنوع على الفن او محرم على الفن الاقتراب منه. لا، في حدود السياسه، الاقتصاد، الاجتماع، في حدود انه في الاخر ان الغرض الاساسي هي افاده هذا المجتمع، افاده هذا المتفرج، البناء وليس الهدم. بناء طبعا. لا، هيقول لك ما انت هتعمل كله، لا مش هعمل كله ايجابي، ما انا عشان اشوف الابيض احسن لو جنبه مساحه سوداء قطعا الابيض هيبقى ناصع. اكيد. لكن الشاهد هنا استاذ محمد، لما بنتكلم على السياسه، هل في ضوابط معينه بتحكم الفن عندما يقترب مع قضيه سياسيه او مشكله سياسيه بعينها؟ بمعنى انه هنفرض فرض جدلي انه قضيه ما حضرتك هتتناولها، ممكن ياتي فصيل اخر مناهض لك في الفكر يتناول ذات القصه وذات الحكايه بعمل اخر ولكن بصوره مختلفه، بروايه اخرى مختلفه. هل ده مسموح او ده مقبول؟ هو برضو يعني اي دوله في الدنيا لها حدود معينه من ناحيه التناول. يعني ما ينفعش انا اعمل تحت حجه الحريه ان انا اعمل روايه بتقول الارهاب شيء كويس. لا اطلاقا ما ينفعش، لان في ثوابت لاي وطن. اللي هو في سلام اجتماعي، في ما ينفعش اقول انه يا ايها مثلا الفقراء اطلعوا كسروا مثلا اي حاجه، ما ينفعش. طب خلينا اضرب مثلا ممكن يكون اقرب. اتفضل. واحده من روائع حضرتك ناصر 56، شخصيه الرئيس اللي الراحل جمال عبد الناصر، واحده من الشخصيات الجدليه المثيره للجدل. ممكن ياتي عمل اخر عن الزعيم جمال عبد الناصر ويقدمه بشخص الدكتاتور الذي عذب الآلاف وأزهق أرواح البعض إلى غير ذلك. ده برضو دراما وفن. هل ده مقبول؟ يعني هيبقى الهدف منه إيه؟ هنيجي للمثل اللي حضرتك ضربته نص 56. هو الهدف منه أنا ما بقدمش جمال عبد الناصر. لا، أنا بقول إزاي الحاكم لما يبقى وراه جمهوره يقدر ياخد اي اصعب القرارات. ده اول حاجه، اول نقطه في ناصر 56. لانه ما جمال عبد الناصر ما قالش قرار تأميم في طلع في التلفزيون لوحده في المكتب بيقول ده، لا. ازاي هو هذا القرار خطير يوصله للناس؟ ده قعد 45 دقيقه قبل ما يقول ديليسيبس او القرار بتاعه. ليه ال 45 دقيقه دول؟ خصوصا انه كان نقدر نقول خطاب مرتجل، ما كانش حد كاتبه له خالص، انما لان احنا زي ما شفنا في الفيلم ده كان واقع يعني، وحتى هيكل قال ده اكتر مره. فاذا هو عمل نوع من التمهيد النفسي وقال لهم علاقه صندوق الدين وعلاقه وقناه السويس اللي المصريين حفروها واللي واللي، فعمل تهيئه نفسيه للمواطن عشان يقول هذا القرار الصعب. اذا دي حاجه ازاي انا خدت القرار ووصلته للناس. ومن زي ما الناس بتقول انه عمل قرار في يومين، قدمنا برضو حاجه مهمه انه لا، ده من اواخر سنه 52 جاب الدكتور مصطفى الحفناوي وخلاه عمل محاضره في نادي الضباط في الزمالك عن قناه السويس، وجاب الناس بتوع وزاره التربيه والتعليم المدرسين الاوائل بتوع اللغه الفرنسيه وخلاهم يترجموا كل حاجه عن قناه السويس. اذا مساله مش زي ما بعض الناس قالت ده خد قرار عشوائي. ده الفيلم اذا هدفه يقدم ده. حضرتك بتقول عايز بقى يقدم حد تاني، يقدم روايه مغايره او صوره مخالفه، بس في حدود ايه؟ في حدود اولا في الاعمال التاريخيه بالذات. حاليا الحاجات دي بقت تاريخيا
فات عليه 50 سنه. طب المتلقي ايه ذنبه ان هو يقعد؟ لا ما انت لا ما انت مش هتديله عشان حد يقول له حاجه غلط. لا، من حقك تاريخيا انك تقول له لا. لو عنده هو وثائق تاريخيه بتقول ده نعرضه. حاجه تاني في فيلم ناصر برضو ما كانش الهدف منها مجرد برضو تجديد الحاكم يعني او تجديد شخصيه عبد الناصر، انه الشباب المصري، لان محمود يونس ساعه ما هو زملائه ساعه ما امموا او نفذوا قرار التاميم كان عندهم كام؟ اللي عنده 34 سنه، وكان عزت عادل اللي هو بقى رئيس هيئه قناه بعد كده كان يوميه عنده 28 سنه. ازاي الشباب المصري قدر يدير القناه بدون لحظه توقف من ساعه؟ يعني معناه بنسبه ان المصريين قادرين، الشباب المصري قادر على اداره اصعب المرافق بدون غلطه واحده. حتى لما جم المرشدين الاجانب انسحبوا ليله 15 سبتمبر ما وقفتش القناه. يعني فده برضو مثل تاني بيقدمه الفيلم، هي دي الفكرة. إذا أنا من الفيلم بقدم ده، افرض عبد الناصر له أكيد أخطاء يعني محدش يقدر، طب هقدمها إزاي والهدف إيه؟ أنا عايز أقول إيه من أنا، هل مجرد عشان أهاجم عبد الناصر ولا عايز المجتمع يستفيد أو الحكام يستفيدوا من إنه ما يقعوش في نفس الخطأ ده تاني؟ هنا زي ما يقول الهدف اللي أنا عايز أوصل له إيه؟ عزيز. إذا كان هناك هدف يبني المجتمع ويضيف إليه أعمل. هو الفنان لازم يصطبغ بلون سياسي معين يا أستاذ محمد؟ يعني حضرتك لازم تعلن أنك مثلا يعني وفدي ناصري يساري، هل بالضرورة أنه يعني يوقف أي مربع ولا دي مش بالضرورة أنه يعلن عن ميوله السياسية؟ أنا رأيي بالقطع الفنان حزب والا يبقى ما ينفعش. لان لو انا طبعا رغم ان انا طبعا محسوب يعني شرف يعني زي ما بيقولوا لا الدعيه يعني ان انا على الناصري يعني، لكن انا عمري ما دخلت لا اتحاد اشتراكي ولا هيئه التحرير ولا اي يعني، حتى اللي هو بتاع الشباب اللي عملتها دي وانا لسه صبي في ثانوي، لا خلاص دي خلصت انقطعت علاقتي. يعني ما اشتركتش في اي تحرير مثلا ولا عمري، ولا انا في اسكندريه ولا حتى وانا في التلفزيون. كان في تنظيم طليعي معروف طبعا، في الناس القيادات الاعلام والثقافه في تنظيم الطليعي، انا اعتذرت ما رضيتش ادخل، لان حتى سالوني قلت لهم لا الفنان حزب لوحده. بمعنى ايه؟ افرض الحزب اتخذ قرار انا مش موافق عليه كفنان، طب هلتزم حزبيا، فما ينفعش. طب نفس الكلام ده يعني برضو يمكن تطبيقه على بعض الاحداث الفارقه في تاريخ الدوله او الوطن او المجتمع. يعني مثلا على سبيل المثال في يناير 2011 كان هناك بعض الشخصيات العامه والشخصيات الفنيه في لحظة معينة أعلنت تأييدها للثورة، ربما لم تأتي تؤيدها في لحظة مبكرة، ده ربما أثر على تقييم الناس ليها. لاحقا عندما يعني تمكنت الثورة من الأحداث، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها أو حتى ربما البعض يعني يتحفظ على تسميتها بثورة أيا كان، ولكنه خلينا نسميها حدث فارق. يعني مسألة إعلان الفنان انحيازه لهذا الحدث من عدمه، حضرتك شايفه إزاي؟ لأنه من الممكن انه البعض ينظر للفنان على انه هو يعني شخصيه عامه تتخطى حدود كونه فلان الفلاني، لا انت عليك دور اخر تجاه الدوله والمجتمع اللي بتنتمي اليه انطلاقا من حجم تاثيرك وحجم الشهره اللي انت موجود فيها، فلابد ان تعلن انحيازك لاي الفريقين تنتمي. هو انا رايي الفنان مش تابع، الفنان لازم يبقى سابق والا ما بقاش. وفي بعض الفنانين بالمناسبه تحفظوا يعني ما ظهروش خالص على طبعا انا بالنسبه لي انا عبرت عن ده في مسلسل اسمه ربيع الغضب تاليف مجدي صابر، وللاسف اتزع مره وما اعرفش ليه، مع انه كان بيمهد بيقول ليه الثوره قامت؟ ليه وايه وقفنا عند اما ابتدت تتحول؟ نعم. أول ما ابتدوا يضربوا من فوق أسطح ميدان التحرير للمتظاهرين أو المعتصمين في ميدان التحرير، خلاص الدنيا اتضح إحنا رايحين فين. فالواحد في الوقت ده توقف عن
هذا وده بان قوي في المسلسل يعني. ده تعبير الحمد لله عبرت فنيا غير ان انا كنت شاركت ونزلت من اول يوم وكل الحاجات دي لحد اللحظه دي الواحد ابتدى يفهم ايه الحكايه وهروب المساجين من التهريب المساجين من السجون. يعني الامور لما تتكشف قناعات السياسيه لدى الشخص يعني بيعاد تنقيحها لازم ويصحح ولازم يصحح. لكن يعني في اللحظه في وقتها يا استاذ فاضل يعني عندما تجد جموع الناس او تيار جارف داخل الشارع بيذهب في اتجاه معين، هل على الفنان انه يبارك مثل هذا التوجه، يلعن او يتحفظ، ولا لا يظهر في الصوره بشكل مطلق؟ لا، عليه انه يكون له راي بس لازم يدرس كويس. مش مجرد اندفاع جماهيري، ما هو ده يعني فرق بين الفنان او المثقف وطبيعي ان في انسان عادي بيتحرك بعواطفه بس. لا، الفنان المثقف بيتحرك بدماغه قبل عواطفه. طب وان خالف رايه راي الجموع اللي في الشارع، ليه هو يعلن ده؟ يكون على حساب لو في فرصه ممكن انه توضع قوائم كما كانت تسمى قوائم سوداء او ما شابه يعني. ما اتوضعت فعلا. لا، ما يهتمش بالحاجات دي، لازم يتمسك برايه حتى وان كان ضد راي الناس اللي في الشارع. حتى وان كان يعني مش لازم الصدام المادي المباشر، انما لا لازم لكن رأيه. يقول كلمته لابد، والا ما يبقاش يعني ما يستحقش كلمه مثقف او فنان يعني. طيب على ذكر ربيع الغضب، ده بيطرح سؤال أشمل وعام، ربما نأتي أيضا لربيع الغضب، كيفية تعامل الفن مع الأعمال التاريخية؟ لابد يبقى فيه هدف. أنا بعمل التاريخ ده ليه؟ يعني أنا مثلا في سنة 1966 عملت تمثيلية سهرة ثلاث ساعات عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. طيب ليه في الوقت ده سنة 66؟ لأن كان في نوع من، طبعا معروف طبعا إيه فكر أبو ذر الغفاري ومسألة التكافؤ والعدالة الاجتماعية كل ده معروف تاريخيا. شكل أشكال الزهد كان حاضر في حياته والزهد، لا والمطالبة أعجبته لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شعيرا سيفه. ده الـ يعني زي ما نقول مقولة رئيسية اللي عرفنا بيها أبي ذر الغفاري. تمام. فسنة 66 وإحنا ابتدينا مسألة تحول اشتراكي ومسألة العدالة الاجتماعية أكتر، وكان ابتدت الخطة الخمسية الأولى خلصت. فبنقول بنربط هذه العدالة الاجتماعية بالخلفية الدينية أيضا. يا جماعة لا، أهو الدين الحقيقي في الحكاية دي. طب ما خفتش في التوقيت ده كانك انت بتدعو لثوره على النظام الحاكم؟ لا، ما النظام الحاكم وقتها كان ماشي في هذا الطريق. 1966 ده كان في عز تطبيق، كانت خلصت الخطه الخمسيه الاولى اعتقد سنه كام؟ هي ابتدت بعد الوحده بشويه يعني. المهم، وكان المفروض هيبدا بقى في الثانيه. بالعكس، درجه انه انا فاكر كويس قوي انه رئيس جمال عبد الناصر في حاله من حالات الرضا المجتمعي في التوقيت خالص، واستقبل استقبال يعني اذيعت. انا قصدي كان في حاله من حالات الرضا المجتمعي على السلطه، انه كل خلص. الامور متوفره، كل تماماً. سبل الحياه طيبه وجيده. لا لاحظ ان احنا هنا كده قبل النكسه. النكسه ما فيش، ما هم حسوا. هم ليه عملوا حرب 67؟ عشان يوقفوا ده مشروع عبد الناصر. بس هو ده مش كل الناس عارفه. حضرتك بتؤيد المعنى ده؟ جدا طبعا. ما فيش 67 كان لابد لكسر شوكه عبد الناصر. يعني ما فيهاش فصال حكايه يعني. يعني تاريخيا طبعا انا يعني مش متخصص في التاريخ لكن بتابع. فانا التمثيليه رئيس جمال عبد الناصر، فوجئت بقى وزير الاعلام في ذلك الوقت استاذ محمد فائق بيستدعيني مكتبه بتاع وبيديني خطاب لازلت بحتفظ بيه، بس برضه مش تحت ايدي دلوقتي. في ان الرئيس جمال عبد الناصر، انت حضرتك اتفضل، امر بمكافاه 100 جنيه كان مرتبي وقتها 17 جنيه في الشهر. كنا وقتها ما فيش قطاع خاص، كنا بنشتغل بمرتباتنا 17 جنيه في الشهر، مكافاه 100 جنيه وبعثه
خارج ليه؟ بناء على ان انا عملت ابي ذر الغفاري دي، لانها ده انا ما حدش قال لي اعملها على فكره. يعني ما فيش الدولة أو جيل وزير قال لي عايزين بقى دراما عن تحول اشتراكي مثلا. لا، أنا عايش المجتمع، أنا جزء واحد مواطن عايش المجتمع. أو تقدر تقول المجال مفتوح يعني. لا تعمل المجال قدام كل صاحب فكرة ومبدع أن هو يشتغل. حاجة تانية ودي موجودة، الحاجات دي موجودة في تمثيلية اسمها حلم، دي عملتها سنة 65 كويس؟ كان طلع بعدها القرارات الاشتراكية اللي أشركت العمال في مجالس الإدارة بتاع هذه التمثيلية عن قصة لنجيب محفوظ، عملها سيناريو عاصم توفيق. بتقول إيه بقى القصة دي؟ بتقول إنه إشراك العمال في مجالس الإدارة ده نوع من الأفيون والتخدير للطبقة العمالية، وإنه مش ممكن العامل اللي قاعد قدام رئيس مجلس الإدارة هيقدر يقول رأيه بصراحة مهما كانت الظروف موجودة، فانتوا تحكوش على الناس. ده كده مناهض جدا لتوجه الدولة كويس. لحد قال لي انت عملت دي ليه؟ ولا حد منعني من الشغل ولا اقول وجهة نظرك. انا قلت وجهة نظري وقتها، لا ما تحكوش على العمال وتقولوا انه اشراكهم في مجلس ادارة ده هيحل القضايا. ف يعني ادي حاجة. نعم. بس حاجة، طب عندي تمثيلية تانية عملتها اسمها شرخ في جدار الخوف، عملتها سنة 65 أيضا 65، دي عن قصة محمد صدقي سيناريو عاصم توفيق. بتقول إيه؟ أن الدكتاتور يصنعه الجماهير، تصنعه الجماهير. الرواية بتقول كده، أنه بلد عندها مشكلة دي بتاع، فهم واحد كان حمد الغيث الله يرحمه هو البطل، وكان اول بطوله سعيد صالح برضو، انه في الديب ده بيطالب الراجل ده اللي هو كان عامل يا عم في ديب حياه اطلعت، فهو عمره ما كان شجاع ولا حاجه، بس هم المظاهرات اللي كانت بتروح له نعم تقول له يقولوا له انت اللي هتقتل الديب، انت اللي هتموت الديب، انتوا اللي عملتوه، وهو اصلا مش كده. طب برضو في نوع من طب ده هيخلينا نسأل سؤال هو مرجع إلى حين، ما كانش في رقابة في التوقيت ده، كان في حاجة اسمها مراجعة النصوص. طب كان تختلف مع الرقابة لكن تعمل. متى ظهرت قصة الرقابة؟ سنة 72. إيه السبب؟ بعد ما توفى عبد الناصر جه السادات، وفي وزارة كان وقتها دكتور عبد القادر حاتم، وأنا كنت بعمل حلقات القاهرة والناس، ان انا الفتره الاولانيه اللي قبلها الجزء من 67 ل 72 كان لا يعرض على الرقابه باي شكل من الاشكال. نعم. كانت الحلقه بتجيلي من المؤلف ليا، نقعد نعمل بروفات عليها ونصورها، وبعدين مراقب التمثيلات في الوقت ده استاذ ابراهيم السعد، امضي على الميزانيه بس ما حد يقول لي انت بتقول ايه ولا جبت ممثلين مين. وكانت وجهه نظر استاذ سعد لبيب الله يرحمه، كان مدير عام برامج في الوقت ده، قال لك لا انا هدي الفرصه لكل واحد يقول اللي هو عايزه، لكن لو دي اضرت بالمجتمع خلاص هقول له انت ما تشتغلش بعد كده. الرقابه يعني وجدت في 72 وتعمقت وتاصلت بقى وتصاعدت. لكن تقييم حضرتك ليها كان يعني وجودها امر ضروري مع تطور الحياه وال يعني اشكالات كثيرة جدا ايضا اضيفت لحياتنا. والله هل فكرة الرقيب دي المفروض انها مطلوبة؟ والله في الوقت ده انا فاكر انه كانت المسائل، عشان تعرف التحول السياسي نتيجة تغيير رئيس الجمهورية وكده، كان في تحولات سياسية يعني، فالدولة او وقتها شافت انها لازم تراقب كل حاجة، وكان تركيزها طبعا ناحية السياسية اكتر. ناحية السياسية اكتر يعني، لحد بس بعد كده على فكرة برضو كان لما بنختلف مع الرقابة بنطلع لرئيس الاتحاد أو وزير الإعلام، وكان بينصف. طب دلوقتي حضرتك يعني الفنان مع وجودها ولا عدم وجودها؟ لا مع وجودها بنفس الشكل اللي أنا بقوله. طب ما هو ده مش ممكن يحد من إبداع الفنان يعني، المفروض أنه هو حر يبدع كيفما لا شاء. لا ما هو لازم اللي هنا اللي يراقب. ما مرة الأستاذ أسامة أنور عكاشة قال لهم في الرقابة، طيب تعالوا أنت بتشطب لي المشهد ده، انت قريت كتب قد اللي انا قريتها؟ يعني لازم تبقى في حدود، يعني برضو الرقابه تبقى موجوده في حدود ايه؟ الاسفاف،
لكن الرأي لا. أنا الشاهد اللي أنا عايز يعني أوصل لحضرتك معاه، تلغى الرقابة ويكون الفيصل القانون هو اللي هيحكم بين أي خلاف يحصل. يعني المبدع يبدع، يتناول الموضوع كفما شاء، وفي قانون حاكم وفاصل في النهاية. أنا بتمنى إن احنا نوصل لده. بس حضرتك قلت أنا مع وجود الرقابة. في الظروف الحالية اللي هي المسائل اللي ما تعرفش إيه اللي بيدير المسألة. يعني هل يعني الإعلان ولا على الأقل في المرحلة الحالية لازم. طيب لأن الوقت يمضي مع حضرتك سريعا، وأنا لا أريد أن ينتهي اللقاء دون أن أحسم هذه المسألة، مسألة تعامل الفن مع الأحداث التاريخية. حضرتك استشهدت بربيع الغضب، وربيع الغضب جاء ربما مواكب لثورة يناير 2011. هل من الأفضل أنه الفن يشتبك مع الحدث في حينه، أم أنه عليه أن ينتظر مثلا سنوات وسنوات إلى أن تتكشف حقائق وحقائق؟ حضرتك من شوية قلت أنه ربما مع مرور السنوات قناعات حضرتك وقراءة حضرتك لبعض الأحداث في يناير ذاتها تغيرت أو تنقحت أو باتت أكثر وضوحا بشكل أو بآخر أيا كان المسمى. يعني فهل من الأفضل الانتظار؟ لا، حسب يعني أنا عايز إيه من ده، أنا بعمل دي ليه؟ يعني العمل اللي هو مع الأحداث السياسية دي أنا هدفي إيه منه؟ هدفي إن الناس تفهم أكتر أو تبقى المسألة قدامهم أوضح، ولا إن أنا عايز أودي الناس في سكة تانية، ولا يعني هو هدف الفنان اللي لازم يبقى مفيش فن ملوش ارتباط بالمجتمع. عظيم. احنا في فترة معينة احنا هدفنا الدولة معلنة هدفها اللي هو مثلا عايزين النهضة مثلا الصناعية والنهضة التعليمية طب انا كفن دوري ايه في المرحلة دي؟ استاذ محمد استاذنك نتوقف عند هذا القدر من هذه الشهادة المهمة، على ان نواصل الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، لان واضح انه هناك قضايا كثيرة جدا لا تزال بحاجة لمزيد من النقاش واستماع لتقييم حضرتك ليها. شكرا الأستاذ المخرج الكبير محمد فاضل، أشكرك شكرا جزيلا، إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل طبعا إن شاء الله، وخالص الشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة، على أن نواصل الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.